امتى اعرف ان المساله بتاعتي متى تكون المساله شغل وضغط. في شويه حاجات حضرتك لو قريتها في راس السؤال بتاخد قرار على طول ان المساله ورك ولاش. اللي هو ايه؟ اذا ذكر في راس السؤال ان الجسم اهم حاجه بقى مكانين. ده رقم واحد. يجي يقول لك في راس السؤال بص كده عمود ملفوف على شكل دايره مثلا. عمود احنا لافينه على شكل دايره. وفي اسطوانه على العمود، تقدر الاسطوانه دي تعمل ايه يا جماعه على العمود ده؟ ها؟ تلف، صح كده؟ فيجي يقول لك ايه؟ وكانت الاسطوانه تبدا الحركه من عند نقطه ايه؟ بس انت بتاع الدايره اهو، ده خط راسي وانتهت الى نقطه بي، دي مساله شغل وطاقه. بس لسه في شرط تاني هقوله دلوقتي. عشان ناخد قرار يا جماعه في الامتحان ان المساله دي ورك اند انرجي، لازم يقول في راس السؤال مكانين للجسم، ده كان وبقى. وده يعتمد في بعض مشاكله في بعض على الترجمه. على ان انت تقرا راس السؤال وتفهم كويس قوي المكان الاول فين؟ المكان التاني فين؟ البدايه فين؟ والنهايه فين؟ اهم حاجه بقى الشرط التاني ده. وبين المكانين ازاحه، مسافه او ارتفاع. لازم يبقى ما بين المكان الاول والمكان التاني حاجتين او حاجه من الحاجتين. يا ازاحه يديك مثلا طول القوس ده، يقول لك ده اتحرك على طول القوس قد الاس، او ان هو يروح عامل كده ويروح عامل كده ومدي لك الزاويه دي 30، وانت تقدر تعمل خط افقي وتقول مثلا الريدياس ده 3 متر، يبقى الضلع ده 3 كوزاين 30 والضلع ده 3 متر، الا يبقى ما بين البدايه ها وما بين النهايه في ارتفاع، طوله كام الارتفاع ده؟ 3 زائد 3 كوزاين 30، دي مساله شغل وطاقه. كل ده حضرتك من راس السؤال بتقدر تقول المساله دي شغل وطاقه ولا لا. ان يذكر في راس السؤال مكان ابتدائي ومكان النهائي، واهم حاجه ان يكون بين البدايه والنهايه، يا ارتفاع يا مسافه. ليه؟ برضه عشان تبقى في مقدمه للاسبوع الجاي ان شاء الله لو قلنا هم يعني. المحاضره بتاعت الاسبوع اللي جاي هتكلم على شابتر اسمه الامبلس، الدفع. اهو انا دفعت الجسم فاتحرك، اديته قوه دفع في الاول. انت تعرف ان المساله دفع، قال لك ان يذكر في المساله مكانين، قال لك طب ما هو ده شغل وطاقه، بس اهم حاجه في الدفع ان هو يقول في راس السؤال ان في زمن حركه بين المكانين. ده كان في البدايه وبقى في النهايه، وزمن الحركه 3 ثواني. جت سيره الزمن في المساله تبقى دفع، جت سيره مكان ابتدائي ومكان نهائي وبينهم ازاحه او ارتفاع تبقى المساله بتاعتك ورك وانرجي. طيب اول ما بتبقى المساله ورك وانرجي بعمل فيها ايه؟ قال لك بتكتب القانون. يبقى اولى خطوات حل المساله معانا، اولى الخطوات رقم واحد كده حضرتك بتكتب القانون. طب القانون بيقول ايه؟ ان محصله الشغل المبذول من البدايه للنهايه بيساوي طاقه الحركه النهائيه ناقص طاقه الحركه الابتدائيه. تعالى كده بقى، شفت القانون بتاع تحفظه. سيجما يو من 1 لـ2 بيساوي دي 2 ناقص دي 1. ايه القانون ده تاني كده؟ بيتقال ازاي اصلا؟ محصله الشغل، يبقى اليو في المنهج بتاعكم رمز للورك دان، رمز للشغل المبذول، هيساوي طاقة الحركة اللي يبقى تي كابيتال والتي سمول. ها هناخد بالنا بقى من الفرق ده عشان اللي بيكتب في الامتحان تي كابيتال معناها ورك انرجي او ايه؟ طاقة حركة خلاص، او كاينتيك انرجي. لكن تي سمول معناها تايم، معناها زمن، فخدوا بالكم من تي كابيتال وتي سمول. يبقى ده كده طاقة الحركة النهائية، وده كده طاقة الحركة الابتدائية. انيشيال كاينتيك انرجي، فاينل كاينتيك انرجي. وده كده بيسموه الورك دان. يبقى رقم واحد حضرتك خدت بالك ان المساله شغل وطاقه، اكتب القانون. وده شيء كويس، حط القانون. طب تعالى بقى القانون ده بيتفك ازاي؟ هبدا بيه الطرف اليمين لانه سهل جدا. الطرف اليمين ده كلكم عارفينه كويس قوي، اللي هو نص ام السرعه النهائيه تربيع
ناقص نص ام السرعه الابتدائيه تربيع، وممكن يجوز للطالب الشاطر اللي هو ياخد نص ام عامل مشترك الكتله يعني فيديك في نهائيه تربيع ناقص في الابتدائيه تربيع. مين شاطر بقى يعرف يقول لو جه في راس السؤال وقال ستارت فروم ريس ده معناته ايه بالنسبه لك؟ ان في واحد صفر. لو جه في مساله وادالك فرامل يكفي يكفي ان انا اجيب سيره البريك في المساله، بريك يعني فرامل، حد عارف فايده الفرامل ايه؟ بتوقف الجسم في الاخر، ما تجيش تقول بس ما قالش، ما فيش الكلام ده، اكيد بقى بتفكر. حضرتك انا لما اقول لك جسم كان بيتحرك بسرعه عاليه قوي وبعدين ضرب فرامل، انت متوقع ايه اللي هيحصل في الاخر للجسم ده يا هندسه؟ اتس فاينل ستوب، هيقف في الاخر وبناء عليها تروح جاي مصفر الترم ده، هيبقى عندك في واحد، ولو قال لك بدا من سكون وانتهى الى سكون، ايه الاخبار يا هندسه؟ كل ده بصفر، هتبقى الفي انيشال بصفر والفي فاينل بصفر ويبقى ده ناقص ده بصفر، صح كده ولا لا؟ وساعتها يبقى الورك دان بزيرو، يبقى الشغل المبذول بزيرو، وده صح وغلط في امتحان السمارت. ده صح وغلط في امتحان السمارت، ومن ضمن الاسئله الصح وغلط في امتحان السمارت يقول لك الورك دان از ذا ديفرنس ان انرجي، قول له صح. هو عباره عن الفرق في الطاقات، صح كده ولا لا؟ طيب انا علمتك ازاي تفك الطرف اليمين، طب الطرف الشمال بيتفك ازاي؟ الطرف الشمال بيتفك خمس حاجات. واللي حضر معايا المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات المفروض يبقى عارف مين هم الخمس حاجات، لان الكلام يعني احنا لما بنقرا المراجع كده ونقرا الكلام اللي بيتكتب الجسم ما بيبذلش شغل. ما هو الجسم اهو قال لي اعمل بشاور اتحركي يبذل شغل، مفيش حد يعرف ينزل شغل غير الانسان لان هو جواه طاقه. لكن ده هو جواه ستاتيك انرجي، هو طاقه ساكنه بس مش قادر يستغلها. اتحرك يا بشاور مش قادر، لازم اكسترنال فورس اللي تتحرك. وبالتالي مين هم الخمس حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم في الفري بادي دايجرام الاسبوع اللي فات؟ مين هم الخمس حاجات اللي هيعملوا شغل على الجسم ده اذا اثروا عليه؟ خمس احتمالات هقولهم اعصابهم. الشغل المبذول ده يا شباب عشان تحل المساله بيتفك خمس حاجات، شغل القوه الخارجيه ان وجدت. في قوه خارجيه ولا مفيش؟ زائد شغل الوزن، الجسم ده ليه وزن ولا ملوش؟ لما في وزن. زائد شغل الاحتكاك، ها الجسم ده لو اتحرك بيتعرض لاحتكاك ولا ما بيتعرضش؟ فالاحتكاك ده بيعمل شغل. بس على فكره وهنقولها دلوقتي واكد عليها، واحتكاك الفريكشن بالموجب ولا بالسالب؟ كل الناس المفروض تقول بالسالب لان دايما الفريكشن مع ولا عكس؟ عكس. طيب ايه تاني كمان؟ شغل الياي الزنبرتي السبرينج لو موجود، مش موجود في المساله يبقى تصفر الترم ده. واخيرا شغل حد عارف مين؟ ايه هي الحاجه الخامسه اللي احنا حطيناها في الفري بادي دايجرام الاسبوع اللي فات؟ رد الفعل. خمس حاجات ستاندر على فكره الكلام ده ثابت، ومش بالضروره الخمس حاجات كلهم يبقوا في المساله بتاعت الامتحان. يعني لا ليك بقى انت تحط افكار، ممكن فكره مساله تلاقي الخمس حاجات دول كلهم موجودين، في قوه وفي وزن، وطبعا كده كده اي مساله فيها وزن. خلاص؟ وفي احتكاك، لا مفيش احتكاك، نص المسائل سموث، يبقى تعمل ايه في الامتحان على طول؟ شغل الفريكشن ده يبقى بسيف. في مسائل فيها سبرنجات وفي مسائل ما فيهاش سبرنجات، خلاص يبقى الترم ده معاك او مش معاك. طيب خلينا نبدا القاعده. وفي مساله في امتحان السمارت عباره عن ست سبع سطور. هو حلها في قرايتها اصلا. حلها في قرايتها ست سبع سطور. وتيجي في الاخر خالص وهو بيطلب بعد ما يطلع عينك ده على جهاز كمبيوتر. انتوا شفتوا الترم الاول. بعد ما يطلع عينك في القرايه وفي الترجمه وفي الترانسليشن و و و يقول لك ايه؟ ديترم اوديت الورك دان باي ذا نورمال فورس. تعالوا نتفق على الحاجه الاول كده عشان اللي ما يعرفهاش، كلمه نورمال فورس معناها رد الفعل. فيقول لك ديترم نحسب ذا وورك دان، احسب الشغل المبذول باي ذا نورمال فورس. فبدا يحط قاعده جميله جدا، القاعده دي كلكم عارفينها من الثانويه العامه. اي قوه عموديه على سطح الحركة شغلها يساوي ها صفر. أي قوة عمودية يعني حد جدع يعرف يقول البشاورة دي بتتحرك على سطح أفق صح ولا لأ؟ طب فين رد الفعل يا شباب؟ مش دايماً عمود على السطح؟ ها؟ هل رد الفعل تسبب في إزاحة أو مسافة في هذا الاتجاه؟ طبعاً لأ. على فكرة فدائماً شغل رد الفعل صفر. فطبعاً بعد ما يخليك تقرا ست سبع سطور يجي في الاخر يقول لك احسب الشغل المبذول بواسطه رد الفعل، انت هتحسب حاجه يا هندسه؟ ها؟
هتحل المسألة لا سمح الله ولا تختار زيرو على طول؟ اختار زيرو على طول. ادي اول قاعدة احنا خدناها، اي قوة عمودية على الحركة على طول الشغل بتاعها بيساوي صفر. الهندسة اللي ما بتذاكرش انا بقول الشغل بتاعها، ما بقولش هي بتساوي صفر. علشان كده في مقولة مهمة جدا، في سؤالين والله والله اللي هيجيبوا في امتحان الفاينل. سؤالين ورا بعض، اول بيضرب الفعل، السؤال الثاني او بتشغل رد الفعل. طبعا شغل رد الفعل الكم اللي انا احسبه؟ طب امال احسب رد الفعل في المساله ازاي؟ مفيش حد في امتحان الفاينل، عشان الكلام يبقى واضح، ده قرار هينطلب منه رد الفعل كقوه الا ما هيروح للفورس والمسؤول اكسلريشن. الشابتر اللي فات اللي هو يعمل ايه هندسه؟ ها؟ هيروح راسم الفري بادي دايجرام بتاع الجسم وحاطط محاور سواء اكس وواي لخط الحركه في خط مستقيم او ان وتي للحركه في منحنى او ار وثيتا للحركه في منحنى، ويبدا يقول سيجما الفورس بتساوي كتله في عدله في الاتجاهين اكس وواي او ان وتي او ار وثيتا، ويبدا يحل المعادلات ويطلع رد الفعل. جايه مفيش ناس، وانتوا لما هتحلوا مسائل في الامتحانات او في الشتات او في اي مكان هتكتشفوا ان مفيش مساله فيك يا فاينل الا لما بيطلب رد الفعل وشغل رد الفعل. ففرق المال ده خلاص بالسلامة، شكرا ألف شكر. فاتبقى أربع حاجات، أنا ما رضيتش أقول أربعة في الأول، حبيت إن أنا أقول شغل رد الفعل بيساوي صفر دائما. طب إزاي أحسب الأربع حاجات دول؟ حضرتك بتقول شغل القوة الخارجية أحسبه إزاي؟ قال لك القانون العام بيقول تكامل القوة بالنسبة للإزاحة، ده القانون العام، ده القانون العام، تكامل القوة بالنسبة للإزاحة. طيب القانون الثاني اف اف اس، القانون الثالث اف في اس كوساين سي. مين شاطر يعرف امتى الاولاني وامتى الثاني وامتى الثالث؟ اولا زي ما المرضي عارف، انا لما جبنا الجسم في الامتحان ده جسم بيتحرك مثلا على سطح جميل بالشكل ده، وانا اقول لك افتكر كده معايا، بس الكلام بيتنسي. انتوا مشكلتكم كطلبه لسه صغيرين ما بتعرفوش تربط الكلام ببعض. شرط ان انت تعرف المساله بتاعت الشغل والطاقه في الامتحان ان يذكر في راس السؤال ان للجسم مكانين. خلصت. انا ما اعرفش احل المساله لما يقول لي ده الجسم كان عند نقطه ايه وبقى عند نقطه دي، هو اللي يقول فتحرك هذه المسافه الجميله اس عشان يحقق لك الكلام اللي انا كاتبه بالعربي ده، ان يذكر للمساله او للجسم مكانين وبين المكانين يا ازاحه يا ارتفاع. طبعا الرسمه الجميله اللي انا عاملها دي من ازاحه، فده شغل طاقه. طب هو الجسم اتحرك من ايه ازاي؟ قال لك تحت تاثير هذه القوه. قال لك طب القوه دي بتساوي ايه؟ قال لك 5 اس. ايه اللي ميزها دي يا جماعه؟ حد اخذ باله ان هذه القوه رقم ثابت ولا متغير؟ ومتغير مع الازاحه ولا غيره؟ مع الازاحه. هي دي تكامل القوه بالنسبه للازاحه. لو حضرتك انا اديتك الاس دي ب 5 متر، بص كده انا هحسب الشغل ازاي؟ فيبقى شغل القوه بيساوي تكامل القوه بالنسبه للازاحه، شيل القوه دي تحط مكانها 5 اس بالنسبه للازاحه، التكامل هيساوي 5 اس تربيع على الاثنين، شيل الاس وحط مكانها كام يا هندسه؟ 5 متر، يبقى 5 تربيع ب 25، 25 في 5 ب 125 على 2 في 62 ونص جول. ادي شغل القوه حسبته. يبقى اللي ذاكر النهارده شغل القوه بيساوي تكامل القوه بالنسبه للازاحه، متى هذا القانون؟ قال لك عندما تكون القوه المؤثره على الجسم مالها؟ ثابته ولا متغيره؟ ومتغيره مع مين؟ مع الازاحه. كلمه السر النهارده الازاحه. طيب كويس جدا، ادي القانون الثاني ده امتى؟ برافو عليك. قال لك القانون ده اصلا هو اللي فوق، صح ولا لا؟ ايه رايك لو انا شلت الاس دي؟ ها هتبقى 5 بس. حد جدع يعرف يقول لو الاف ده رقم ثابت بنعمل فيه ايه؟ بنطلعه بره التكامل. ها فيبقى ايه يا جماعه؟ تكامل الدي اس الدي جي. فامتى اضرب الاف في الازاحه على طول؟ قال لك بشرطين، شغل القوه مين اهو بيساوي الاف في الاس على طول كده، قال لك لابد من تحقق شرطين. الشرط الاول ان تكون القوه المؤثره على الجسم رقم ثابت. الشرط الثاني ان تكون القوه والازاحه في اتجاه واحد.
وانا بقول اتجاه واحد عشان اللي بعدها، فاهمين حاجه؟ ها واخدين بالكم من اللقطه اللي جايه بعد شويه في تحليل هيحصل اهو. يبقى الشرطين ان تكون القوه رقم ثابت وفي اتجاه الازاحه. ده خش على القاعده رقم 3، شغل القوه هيساوي اف كوزاين سيتا في اس. حد اخد باله امتى ده؟ لما تبقى اف رقم ثابت، ها بس مالها؟ ميل. طب اقول لك على حاجه، يجي في الامتحان يقول لك الجسم بيتحرك على مستوى افقي تحت تاثير القوه اللي مايله بسيتا، طب ما القوه دي بتتحلل الى قوتين. برافو، العموديه بصفر ولا شغلها هو اللي بصفر؟ يبقى دي هتتحلل الى اف كوزاين سيتا والى اف ساين سيتا في اكس، وكل ده انا هقوله تاني مره. انا ما جبتش من دماغي على فكره. يجي المره يقول لك اشمعنى اخد الكوزاين وما اخدش الساين؟ مين شاطر يعرف يقول؟ عشان الساين دي هتبقى مركبه مالها على الحركه، واي قوه عموديه على الحركه شغلها مالناش دعوه بيها. علشان كده وانت بتحسب النهارده شطر الشغل والطاقه شغل القوه على حسب شكل القوه اللي جايه، هل القوه داله في الازاحه؟ هل القوه رقم ثابت؟ طب القوه مع الحركه ولا عموديه على الحركه تبقى شغلها بصفر ولا مايله فحللها واخد المركبه اللي معها والغي المركبه اللي عمودي؟ كل دي قرارات حضراتكم بتاخدوها وانتم قاعدين في الامتحان. طب اللي بعده شغل الوزن. شغل الوزن ده كلام في منتهى الخطوره. شغل الورك دان باي ذا ويت. هتفرق على حاجه اكتر، مفيش جسم في امتحان الفاينل ملوش وزن. بس خلينا نتفق مع بعض على شويه حاجات. دائما اشاره سالب. ام جي في الوزن في اتش 2 ناقص اتش 1. تعالوا بقى كده نفكر مع بعض بالراحه. هو ده القانون اللي حضرتك هتحفظه زي اسمك، ولا يجوز ان انت تنساه اي حال من الاحوال غير البكالوريوس. الكلام ده هتحتاجوه لغايه اخر ترم بتتخرجوا فيه، يقول لك الشغل بيساوي ايه؟ لان دي طاقات بتتحسب سواء ميكانيكال او الكتريكال، اي حاجه يا جماعه بيدخل فيها الجزء اللي احنا بنتكلم فيه البرنسبلز كلها. مين شاطر يعرف يقول انا ما عنديش مشكله في الاشاره السالب احفظها، ولا عندي مشكله في الماس والجرافيتي؟ ده كلام فاضي، ده جيفنز. وطبعا ما ننسوش ان الماس والجي بيديك الويت، فلو اداك الويت شيل الام جي على بعضها وتحط الويت. لكن انا بقى عندي مشكله في الاتشات. مين اتش 1 ومين اتش 2؟ حد جدع يعرف يقول؟ ها؟ ايه اتش 1؟ طب ايه 1 و 2 دي طيب؟ ها؟ اللي هي البدايه؟ اوعى تنسى ان النهارده كلمه السر في المساله ان لابد ان هو يقول المساله ان الجسم كم مكان؟ واحد ابتدائي وواحد ايه؟ هو ده الفكره. وبالتالي الارتفاع بيتقاس منين؟ ده السؤال التالي. نعم، يعني هديك مثال، هديك مثال. في مره من المرات راح عامل ايه؟ جاء في الامتحان مثلا وراح عامل مساله جميله كده، قال لك في عمود اهو ولافف كده على شكل نص دايره، وقال لي السنتر بتاع نص دايره، عمود اهو بالمنظر ده كده. وقال لي ايه؟ وقال لي ادي نقطه كان اسمها ايه؟ ارتفاعها مثلا 3 من 10 متر، وعليها هنا اسطوانه، عندها الاسطوانه. وبعدين بدات تتحرك 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 لغايه ما وصلت الى هذا المكان الجميل اللي اسمه بي. على فكره الكلام ده قصه بتتحكي في راس السؤال. وانت مهمتك ان انت تعرف فين البدايه وفين النهايه. خلاص؟ فراح عامل ايه تاني؟ راح مديني نص القطر ده 6 من 10 متر. وراح مديني طول العمود ده كله كده 1 متر. مين شاطر يعرف هو ايه قصه اتش 1 واتش 2؟ وهتقيس الاتشات دي منين؟ طالب هيجي يقول لي، وخلي بالكم من الكلام اللي انا عايز اوصل له، لان كل الطرق بتؤدي الى طريق واحد بيؤدي الى مكان واحد بيؤدي الى نتيجه واحده، كل الطرق بتؤدي الى نتيجه واحده. يا شباب واحد هيجي يقول لي في الامتحان ادي الارض اللي انا هقيس منها. ممتاز. وادي يا ريس الاتش 1 ب 3 من 10 جدع. اقول له جدع صح على فكره مش غلط. طب فين الاتش 2؟ اهو الارتفاع اهو بتاع الجسم الثاني من نفس الارض صح ولا لا؟ ادي الاتش 2 بكام الاتش 2؟ 1 زائد 1.6 من 10. الفرق كام؟ 1.3 صح ولا لا؟ طب اسمع كده يا هندسه، مش كل المسائل هيعمل لك فيها ارض. فبدا يقول لك وتقاس الارتفاعات. وتقاس الارتفاعات دائما من حاجه اسمها الريفرنس.
على فكره مش اول مره تسمعوا كلمه ريفرنس، الحضر من الحضر الفادي فاهم ان الريفرنس ده خط عمودي كده او افقي كده احنا بنحطه بنقيس منه زي سطح البحر. ودائما يفضل ان يكون سطح البحر او سطح الارض اللي انت هتقيس منه الارتفاعات عند احد الجسمين عشان تخلي اتش من الاثنين بيزيد. واوعى تنسى ان انت عايز توصل معايا للفرق، مش يا اما ده بكام ولا ده بكام، صح ولا لا؟ ففي طالب شاطر بدا يذاكر ويسمع الكلام كده يقول لك ايه؟ ولا يهمني قصه الارتفاعات دي ولا الارض فين ولا مش الارض فين، انا فين اللقطه الاولى بتاعت الجسم اهي؟ فين اللقطه الثانيه بتاعت الجسم اهي؟ يلا يا باشا ادي الارض اللي انا هقيس منها، عارف كده الارض معناها ان الاتش واحد بقى بكام؟ يلا يا باشا بقى بزيد. قال طب والاتش اتنين؟ اهي حد قال هيعرف يحسبها بقى من على الرسمه يا شباب؟ هتبقى عباره عن 1 ناقص 3 من 10 صح ولا لا؟ كام دي؟ 7 7 وفوق في كام؟ 6 فبقت 1 من 3 من 10 ناقص 6 نفس النتيجه ولا لا؟ تفرق معاك في حاجه؟ بس قال لك بالله عليكم بالك من حاجه. لما تبقى الاتشات فوق الارض بتديها اشاره موجبه، طب تحت الارض بتخرج اشاره ايه؟ لان في واحد اهبل هيجي يقول لك اصل الدكتور قال حط الارض عند احد الجسمين، صح ولا لا؟ وما قالش خلي الارض عند احد الجسمين واختار اللي تحت، لان في واحد ممكن يعمل الارض هنا. ادي الريفرنس، وصح مش غلط اقسم بالله، بس كده خلى اتش 2 هي اللي بكام؟ اتش 2 بقت بصفر، ركز كده معايا؟ ها؟ وبقت اللي تحت دي اشاره ايه؟ فزائد سالب، تدي ايه في الاخر؟ موجب، عشان قواعد لازم طلبه الهندسه يتعلموها. ان طول ما انت سطح البحر تحت كل اللي فوق موجب، طب هتعمله من فوق يبقى كل اللي تحته ايه؟ خد بالك من التركات دي لان الاشاره بتودي في 60. كل اللي يهمني ان انت هتخرج من المحاضره وحافظ شغل الوزن بيساوي ايه؟ الاتش 1 والاتش 2 ده بقى خبره مزاج، طلع لي بقى الاتش الاولانيه، طلع لي الاتش الثانيه بتاعت الجسم، طب الاتش دي بتتقاس منين؟ طب سطح الارض فين؟ طب سطح البحر فين؟ الحاجات دي كلها انت بتاخد بقى قرار وبتتعلمها في الامتحان. حفظت القانون؟ ها سالب وهقول لكم على حاجه، سؤال غريب جدا واجابته اهيف من الهيافه في امتحان السمارت. امتحان السمارت صح وغلط؟ يقول لك ايه في امتحان السمارت بالعربي حتى اهو، شغل الوزن دائما بسالب، صح ولا غلط؟ شفتوا حتى اللي سمعت صح وسمعت غلط اختلفنا، طالما اختلفنا يبقى مش فعلا احنا ماشيين عليه. شغل الوزن دائما بسالب هو يعني لدرجه ان هو هيلعب معانا ايه؟ بص كده هقول لك على قاعده ونتكلم مع بعض فيها، قاعده حلوه قوي يا شباب هتعجبكم. هو امتى اصلا الشغل يبقى دائما موجب وامتى الشغل يبقى دائما سالب؟ دائما موجب لو القوه بتساعد، دائما سالب لو القوه بتايه؟ يعني لو الكلام يا اولاد عن الاحتكاك او عن الفريكشن هقول لك دائما شغل الفريكشن بالسالب، لان دائما الفريكشن ايه؟ عكس الحركه، لكن الوزن ده مش دايما عكس الحركه، بص كده، حد جاي يعرف يقول الريموت ده فين وزنه؟ ها؟ لاسفل، ها؟ اسمع وتعلم، لاسفل. طب ما الحركه لاسفل، كده الوزن معه ولا عكس؟ يبقى موجب يا حبيبي، شغل موجب. خلي بالكم، انا مش بتكلم على الفورس، انا بتكلم على شغل الفورس، صح ولا لا؟ طب بص كده، فين الوزن؟ لتحت. طب الجسم ده طالع ولا نازل؟ ها؟ طالع، فين شغل الوزن؟ لتحت، عكس الحركه ولا مع الحركه؟ قال يبقى الوزن لو مع الحركه شغلها موجب ولو عكس الحركه شغلها ايه؟ امال القانون الريلم ده حاطط لي دايما سالب ليه لخبطني؟ قال لك لا ما هو رياضيا ايه رايك لو ده اقل من ده؟ لو الاتش 2 دي اقل من الاتش 1 هيبقى النتيجه هنا سالب 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 يقلب ايه؟ صح كده ولا انا غلطان يا معلم؟ طب اقول لك شفت المثال ده؟ الجسم كان فين؟ عند ايه؟ وبقى فين؟ ها؟ عند بي صح ولا لا؟ الجسم ده طالع ولا نازل؟ يبقى شغل الوزن هيطلع سالب. صح؟ شغل الوزن هيطلع سالب، طب اعكسها كده؟ لان ده 1 و3 في سالب، طب اعكس كده ده فوق وده تحت، يبقى الجسم نازل اهو، صح ولا لا؟ طب تعالى نعكسها كده بقت اتش 1 وبقت اتش 2، بقت اتش 2 اصغر من اتش 1، بقى ده اشارته ايه؟ سالب، سالب في سالب تقلب ايه؟ مظبوط، يبقى اذا اللي يقول لك دائما شغل الوزن باشاره سالب كله لا غلط، لان شغل الوزن ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب. الفقرة اللي بعدها. برجع تاني للقانون العادي، شغل القوة على حسب شكلها، شغل الوزن، شغل الفريكشن. وإن شاء الله شغل الفريكشن مش هتقابله خالص في الامتحان، بإذن الله. لأن هو قصة. بص كده، سالب دائما، دائما معامل الاحتكاك معطى في المسألة ما تقلقش منها.
في رد الفعل في المسافه التي يتحركها الجسم ده نقطه ما فيهاش مشكله. بس مين جدع يعرف ايه المشكله في القانون ده؟ سمي الله كده وقول لي ايه المشكله في القانون ده؟ اولا عشان الوقت. المشكله ان انا مش عندي رد الفعل. انا عايز احسب شغل الفريكشن كان يو لسه ذا ديفرنس لكن رد الفعل مش عندي فلازم اجيبه. اجيبه منين؟ يا اروح جاي بقى كده تاني الورقه ولا قلب والمساله ونحولها الى فورس وماس واكسلريشن يعني ارسم بقى الفري بادي دايجرام واطبق في قانون نيوتن سيجما الفورس بيساوي كتله في عجله عشان اطلع رد الفعل اللي هحطه هنا كده فاطلع شغل الفريكشن اللي بيبقى جزء من الشغل الكلي المبذول في المساله. فبيدخل مسالتين في بعض ما حصلتش قبل كده. وان شاء الله ما حصلتش. بس ده ما يمنعش ان هو يجي في امتحان السمارت يقول لك ده بحسب شغل الفريكشن. خصوصا مين جدع يجيب لي بص كده مسائل هايفه خالص القلم اهو القلم اهو بيزق كده بخمسه وزنها 1 نيوتن. حد عارف رد الفعل كام؟ 1 نيوتن. انتوا شطار اهو. طب ركز في اللقطه اللي كل ده سمارت. رد الفعل 1 نيوتن والميو والاس اتحرك 5 متر اضرب الميو في الواحد في الاس اللي هيدالك انت شغل فريش روح اختار لو دماغك شغاله. فبص للقطة اللي جاية وما تترددوش في ان انتوا تاخدوا وقتكم وتتأنوا في الإجابة. قوة 10 نيوتن. احفظوا الأرقام 10 نيوتن وتؤثر على الجسم بزاوية 30. الوزن مع ساين 30. 10 كوساين 30 ها؟ 10 ساين 30. يلا مين يعرف يطلع رد الفعل؟ 10 ساين. هيبقى عبارة رد الفعل هيبقى عبارة عن الوزن زائد ال 10 ساين 30. أحسنت. كل دي تركات صغيرة في امتحان مين؟ سمارت حاجات بسيطة. خلاص؟ طيب اللي بعده. وأنا لو قعدت النهاردة يا أولاد يا بنات يا رجالة والله العظيم ما ببالغ قسما بالله ما ببالغ لو قعدت طول النهار والمحاضرة الجاية طول النهار أحذركم من شغل السبرينج يبقى ما وفتوش. من إيه الغلطة اللي أنتوا فيها؟ شغل الياي، شغل الزنبورك لو موجود في المسألة. وتقريبا 90% من مسائل الورك والإنرجي لازم يبقى فيها سبرنجات أو ياي. لدرجة إن أنا كنت زمان بقول للولاد أول ما تشوف في المسألة سوستة أو ياي زنبورك يعني المسألة دي شغل وطاقة من غير ما أقرأ نص السؤال أنا بعرفها كده على طول. بقول لك ليه؟ لان انا لو عايز اختبر الطالب صح في قانون النهارده اللي هو الشغل المبذول بيساوي طاقه الحركه النهائيه ناقص طاقه الحركه الابتدائيه هجيب له سبرينج لان هو السبرينج اللي هنختاره. السبرينج ده عايز حد شاطر يبقى فاهم يعني ايه اللي انا هقوله دوت. لما بروح للسوبر ماركت او المحل بتاع الخضروات اللي هو بيبيع مسامير وسبرنجات وزنبركيات والحاجات دي كلها اي قلم متكاية معرفش انتوا تقدروا تفتحوها تلاقوا فيه من جواه سبرينج. والسبرنجات انواع. السبرنجات في سبرنجات قابله للشد وفي سبرنجات قابله للضغط. في سبرنجات قابله للشد فلما اسيبها ترجع لطولها الاصلي وفي سبرنجات قابله للضغط فلما افك عنها قوه الضغط ترجع لوضعها الاصلي. في جميع الاحوال انا بروح للراجل واقول له انا عايز السبرينج ده يروح يديهولي كده في ايديا. لما بقيسه بالمسطره ده اسمه الال زيرو. حد شاطر يعرف يعني يقول ايه الال زيرو؟ البلينج مش بشرحه. قال لك الاوريجينال لينس. ترجم ورايا. لو عايز تكتب لك الكلام ده اكتبه لي. كلمه اوريجينال يعني ها اصلي ده الطول الاصلي بتاعه. يقول لك اسمع كده وترجم ورايا ومش هكتبه. ده للحفظ. ان ستريتش لينس. الطول اللي مش مشدود هو ال زيرو. يقول لي في الامتحان uncompressed lens الطول اللي مش مضغوط. طب اسمع كده الجمله الرابعه كل ده هتلاقوه في نص المسائل. undeformed lens الغير المشوه. كلمه deform يعني يشكل الشيء ومشوهه. انا لما امسك المشوره دي كده عملت لها deformation لكن لما اقول لك undeformed lens معناها الطول الاصلي. كل ده بيستعملوا الالفاظ دي في رؤوس المسائل. يقول لك اوريجينال لينز، ان ستريتش لينز، ان ديفورمد لينز، ان كومبريس لينز، كل ده معناه طول الاصل. ولكن ركز بقى كده
ودائما يروح مثبت نقطة في السبرينج وماسك النقطة التانية شديدها بقوة، شديدها بجسم. يعني تخيل معايا كده في حيطة هنا اهي، ركز كده بالله عليك عشان تعرف ان انا بتكلم فيه ده كلام في منتهى الخطورة. في حيطة اهي، رحت جايب الياي مثبت الطرف في الحيطة، الحيطة ده مكان ثابت ولا متحرك؟ والناحية التانية في الجسم، هلا شد بقى الجسم، ايه اللي بيحصل للياي؟ ها؟ اللي بيحصل للياي؟ طوله بيزيد صح ولا لا؟ فدائما تلاقي في حيطة ثابتة هنا وهو بيتشد بالجسم الناحية التانية، فراح طوله بسم الله الرحمن الرحيم الجسم اهو. فادي ايه؟ مكانين، اوعى تنسى المسألة اللي بتقوله شد. ادي المكان رقم واحد، وبعدين يا عم يقول لك وراح جاي الجسم راح للنقطة بي اهي، شايف اللي حصل للياي؟ مين شاطر يعرف يقول لما تحرك الجسم، لما تحرك الجسم من A ل B ايه اللي حصل للياي؟ ايه اللي حصل للياي؟ طوله عمال يزيد ولا لا؟ طب ركز كده، دي اللحظة رقم كام؟ فلو جيت بالمسطرة وقست ده كده ده اسمه ال واحد، ولو جيت بالمسطرة قست ده كده ده ال 2، فبقى عندي ثلاث رموز اخطر من بعض، مين ال 0 ومين ال 1 ومين ال 2؟ ال 0 كلكم قلتوا طول الاصل، ال 1 حد شاطر يعرف يوصفها صح؟ طول الياي اوله لاخره عندما يكون الجسم في اللحظه الاولى. طب مين ال 2؟ ها؟ طول السبرينج او الياي كله على بعضه من اوله لاخره بس في اللحظه الثانيه. قال لك لو جيت سعادتك طرحت ال 1 ناقص ال 0 قال لك تدي لك حاجه اسمها دي ال 1 التغير في طول السبرينج في اللحظه الاولى. لو طرحت ال 2 ناقص ال 0 ده ناقص اللي فوق الاصل يا اولاد هيدي لك حاجه اسمها دلتا ال 2. يبقى لما اسال مين دلتا ال 1 ومين دلتا ال 2؟ ها؟ التغير في طول السبرينج في اللحظه الاولى والتغير في طول السبرينج فين؟ طب اقول لكم على شويه كلام في منتهى ده لو فهمتوا الكلام وهو انا اعتقد ان انتوا فهمتوه، بس تاني ارجع لاكبر مشكله انتوا بتقابلوها. اربط الكلام ببعض. لما اقول الاتي، ده راس السؤال مش عارف. And the object، ترجمه بس ورا. The object يعني الاسم. Is initially يعني ايه؟ يعني اللحظه الاولى. كل ده اربط. انا بربط الكلام ببعض. Attach it to ماسك فيه. Spring ماسك في spring. Initially unstretched. وأن الجسم في بدايته أو في اللحظة البداية بتاعته ماسك في spring بداية مش مشدود. الجملة دي بقى معناها إيه؟ تتفسر إزاي؟ أنا أفسرها إزاي؟ عينيا لو أنا فاهم العصفورة، وخلي بالكم العصفورة ده أنتم مش هتلاقوه في الامتحان. قول لي ده واحد فهم بقى القصه معناها ايه؟ يعني ده مش مشدود كده؟ يبقى ال واحد هيها مين؟ وال واحد طالما هيها ال نوت يبقى دلتا ال واحد بكام؟ ولو جبت ده ناقص ده يديك مين؟ فهمتوا حاجه؟ ده اللي هيحصل في الامتحان. ده اللي هيحصل في الامتحان ان هو هيبدا يلعب معاك في لغه انت فاهم ده. عارفين ده فين على راس الاول يا ولاد؟ ده فين على راس؟ نزل الاستطاله كده اهي. دلتا ال واحد، طب انزل كده كمان دي مين يا ولاد؟ ها؟ الاثنين صح ولا لا؟ يبقى علشان الناس اللي بتلخبط ما بين ال والدلتا ال. كل ده ليه بقى؟ قال لك علشان اخر قانون معانا النهارده في المحاضره، شغل السبرينج بيساوي دائما اشاره سالب، لان دايما السبرينج بيعكس الحركه. نص كي في دلتا ال 2 تربيع ناقص دلتا ال 1 تربيع، مين شاطر يعرف يفسر الحاجات اللي ظهرت في القانون؟ شعر ثابت كلام فارغ تحفظها. نص ثابت السبرينج ده نقطه في المساله مين بقى؟ ها حد جدع يعرف يقول مين دلتا ال1 ودلتا ال2؟ الاستطاله في اللحظه الاولى والاستطاله فين؟ في اللحظه الثانيه. الاستطاله في اللحظه الاولى والاستطاله في اللحظه الثانيه. العصفوره ده هيمكننا ان شاء الله من حل مسالتين او ثلاثه في امتحان الفاينل. حته قانون اهبل حضرتك هتكتبه في الامتحان وتبدا تفكه زي ما هنشوف في المسائل وتبدا تحفظ القوانين اللي حضرتك شايفها دي. خلينا نقول مثال بسرعه كده.
بسرعه شمال 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 تطبيق مباشر على الارض يا اولاد. ولما هتذاكر ان شاء الله ان شاء الله الشغل الطاقه النهارده هتحس ان هو سهل قوي والقانون بيطبق فيه. جسم وزنه 5 كيلو جرام. البلوك اللي فوق ده الاسطوانه اللي بتتحرك على العمود اللي على شكل دايره. وزنه 5 كيلو جرام. Initially has a velocity 5 meter per second. لو سرعه ابتدائيه في الاول 5 متر في الثانيه. Attached to spring of constant K بيساوي 3. ماسك في الياري او زنبرتي الK بتاعه بيساوي 3. And ده اهم حاجه بقى الاوريجينال لينس بتاعه ب 1 متر. الاوريجينال لينس بتاعه بكام ها؟ طول الاصل اللي رحت اشتريته من بتاع الخرده ده 1 متر. لو سمحت لو سمحت المطلوب اهو ديتيرمن احسب الفيلوسيتي ات بي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اتقال ده ملخص لكل المحاضره اللي انا قلتها النهارده. ان يتحرك الجسم بين بدايه ونهايه، قال لك فهو موجود عند نقطه مين ها؟ وهيحركه عند مين؟ عند بي. هو اللي قال في بدايه وفي ايه؟ ثم فين الاس اللي بينهم او الارتفاع اللي بينهم؟ قال لك ما هو لما يبقى عند ايه ونروح عند مين هيبقى في ارتفاع كام؟ صح ولا لا؟ ما مش كل حاجه بتتقال، في بقى رسمه وفي دماغك بتفكر على ان الحاجات اللي احنا النهارده موجوده ولا لا، كويس جدا. ابدا احل ازاي؟ خلاص المساله بتاعتي خلاص قراري شغل طاقه، فرحت عامل ايه؟ ومحصله الشغل المبذول من ايه الى بي؟ قال لا يا عم انت بتقول من واحد لاثنين، لا خلاص بقى انت فهمت؟ داوه اسمها ال بي بيساوي طاقه الحركه عند بي ناقص طاقه الحركه عند ايه؟ تعالى نفك بقى، بسم الله الرحمن الرحيم اهو اللي جاي متاخر. الموضوع اسهل مما تتخيل. شغل القوه الخارجيه، شغل الوزن، شغل السبرينج، شغل الفريكشن، الكلام ده بيساوي الاربع حاجات اهو بنسبه. الكلام ده بيساوي نص الام هاخدها عامل مشترك في عند البي ترجع ده اللي هو عايزها صح ولا لا؟ ناقص في عند الاي بكام؟ خمسه ترجع بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والماس اقدر اجيبها من الوزن ولا لا؟ نقسم على الجرافيتي 5 على 9.8. حد شاطر جدع يعرف يقول المشكله في الطرف التاني اليمين اللي هو عايزه ولا لا يا هندسه؟ يعني ده هيقدر يبدا على الطرف الشمال يحل المساله. واسمع وتعلم. ولا يوجد قوه في المساله. انا مش جايب حاجه من عند المساله قدامك المساله فاينل. ولا يوجد فريكشن في المساله، ها؟ انا اديتك ميول في المساله؟ اديتك احتكاك؟ يبقى المساله مكونه من حاجتين اتنين بس هما اللي بيعملوا شغل، مين؟ الوزن ومين؟ والله 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 قول محفوظ. بس انا بقول لك جزء من حل المساله كتير تسمير. يبقى سالب شغل الوزن هناك سالب ان جي في اتش عند البي صح؟ ناقص اتش عند الاي، شغل السبرنج سالب نص كي في دلتا ال 2 تربيع ناقص دلتا ال 1 تربيع، الكلام ده بيساوي نص 5 على 9.8 في في بي سكوير ناقص ال 25. مين شاطر يعرف ملخص الدرس النهارده؟ والله العظيم في اربع حاجات. وامتحان الفاينل كله بيعتمد على الاربع حاجات اتش 1 اتش 2 دلتا ال 1 دلتا ال 2 اللي هيتدرب عليهم تمام ينسى مساله الشغل الطاقه في امتحانات السنه. اتش 1 اتش 2 دلتا ال 1 دلتا ال 2 اللي هيحلهم صح كل مسائلنا بالكامل كده باختلاف الرسومات صح. حد يفكرني الاتشات كنا بنجيبها ازاي؟ فاكرين سطح الميه والحاجات دي؟ اجي انا في الامتحان كده اهو انت مسالتك اعمل انت عايز هتعمل الارض فين اللي هيقيس منها؟ عند البي. شكرا جدع. عارف ده معناه ايه؟ انت اخدت الارض هنا معناها ان الاتش سالب 5 في 9.8 من 10 الماس ب 5. اتش عند البي بقى بزيرو صح ولا لا؟ طب اتش عند الاي بكام؟ ب 2. ادي يا عم الاتشات صح كده؟ ها؟ انا اخدت الارض فين؟ عند البي والبي ده اللحظه النهائيه يبقى دي اتش بي يبقى اتش 2 بالنسبه لي. طب ما هو كده ارتفاع الجسم عند الارض دي بكام؟ بصفر. طب وارتفاع الجسم عن نفس الارض في اللحظه الاولى بكام؟ ها؟ ب 2 متر يبقى صفر ناقص 2 اللي الفرق الارتفاع السالب فيه ناقص نص ثابت الاسبريدي في المساله بثلاثه وبسم الله الرحمن الرحيم اللي فهم ده انا فاهمه كويس. اقول لك ازاي؟ انت مش مديني ده؟ فجيت على جنب كده ودلتا ال1 بتساوي ال1 ناقص ال0، قال مين ال1؟ انا حافظها كويس جدا. كنت زمان بحفظها للولاد واحد واحد. ال1 ده اسمع كده طول الياي في اللحظه الاولى.
يا لحظه يا اولى اهو طول الياء طول الياء كله كام؟ اتنين شاطر يا جزم ها؟ اتنين جذر اتنين صح ولا لا؟ يبقى رحت عامل كده اتنين جذر اتنين ناقص الطول الاصلي بواحد يا قلق يا حاسبه بسم الله الرحمن الرحيم دلتا ال واحد كمان ما تنساش التربيع. طب من هي دلتا ال اتنين؟ حد شاطر يعرف يقول ها؟ قانون بيقول ايه؟ ال اتنين ناقص ال زيرو. طب مين شاطر يعرف يقول مين ال اتنين؟ طول الياي عندما يكون الجسم في اللحظه. طب هو فين الجسم في اللحظه الثانيه هنا؟ طب حد جدع يعرف يقول الاسبرين يبقى عامل ازاي؟ ماسك في حته ثابته ومع الجسم فيبقى عامل كده صح ولا انا غلطان؟ فطوله بقى كام؟ يبقى 4 ناقص 1 3 هتاخد الدلتا ال 2 وتعوض بيها هنا تربيع وده تربيع اصبح مين اللي موجود في المساله؟ فده الثاني يا سلام كل سنه وانت طيب.